لا والله لا علاقة، لو حتى بقى فيها علاقة بين الشعب المصري والشعب الإسرائيلي هتبقى علاقة على الورق بس، مش عمرها ما هيبقى فيها يعني زيها زي أي دولة تانية في العالم. دي حاجة نفسية أصلا يعني مش هنعرف نغيرها. والله افتتاح السفارة الإسرائيلية دي لا يعني الشعب المصري بشيء، لأن الشعب المصري شعب ذو حضارة عريقة، وهم فراعنة، وده اليهود ليس لهم عهد ولا ميثاق. هي سياسة، لازم الدول تتعامل مع بعض بالطريقة دي، يعني مش هي إسرائيل ولا أي حد، هي لازم تتعامل معاها بالطريقة دي، مش شرط سفارة مش سفارة، هي دولة يعني حتى كان ما بينك وبينهم عداء فلازم تتعامل معاهم بالطريقة دي يعني. طبعا اكيد بالنسبه للنواشي كان واقف، يعتبر بواقف حال بالنسبه للناس كلها، فالافتتاح له يعني جميل ماشي. انا شايف ان هي ممكن تكون لازم دوله كبيره كمصر لازم يكون مبني كل دول العالم موجوده فيه سفارات وعلاقات دبلوماسيه، عشان على الاقل نوضح للناس ان في امن في البلد والبلد بقى فيها استقرار. لكن طبعا علاقات وتطبيع ده طبعا مستحيل، احنا ده العدو اللدود لنا من فتره كبيره، وطبعا انا شايف انه ده اجراء سياسي مش اكتر، ان بس بنقول للعالم ان احنا موجودين وان البلد مستقره واستقرار تام موجود في البلد. والله انا رايي في موضوع التطبيع مع اسرائيل ده، يعني حتى لو في سفاره هنا انا رايي ده العدو الرئيسي بتاعنا، وعدو الرئيسي بتاع المصريين ده قتل من كل بيت عندنا، قتلوا كذا شهيد بالشهيد واحد يعني، فعدونا الرئيسي ده المفروض نقاطعه يعني ما ينفعش. والله بقى دي علاقات سياسيه يعني مش هتقدر تحكمها ومش هتقدر تنزل عن العالم. احنا بنكره اسرائيل وما بنحبهاش، وهي بالنسبه لنا العدو رقم واحد، بس في الارض برضه احنا عايشين في العالم، لازم نلتزم بالايه؟ بالعلاقات الدوليه الكامله. هم اساسا ما لهمش مبدا يعني انك انت تتعاون معاهم، هتعاون معاهم في ايه؟ جميع الطرق بتاعتهم يعني بيخون العهد على طول طبيعي دايما. ما مش شرط يكون السفاره موجوده او مش موجوده، ممكن تكون في بينها علاقه من غير ما يكون في سفاره اساسا يعني، بس هو بس ان ايه تمثيل دبلوماسي يعني متعارف عليه بالدول يعني. انا شايف ان العمليه حتى التعاون اللي كان موجود قبل كده كان بسبب الناس اللي هم قبل كده، شايف ان هو حاليا كان غاز او كده، شايف ان حاليا الامور بدات تتظبط وبدا الناس والقياده الجديده بقت تظبط الكلام تظبط الدنيا وبدا يعني العمليه بدات تبقى احسن. لكن انا شايف ان طبيعي اي دوله محترمه كبيره لازم يكون جميع الدول حتى لو كان عدوك لازم يبقى موجود عندك على الاقل، برضه تبقى فاهم وقدام العالم موجود ان برستيج وانت موقع على اتفاقيات كبيره وفي اتفاقيات كبيره وارهابات. احنا ممكن نقول ان هو شكل العلاقات الدوليه نظرا لان الدول بتحاول بقدر المستطاع تكسب في عمليه بنت في العلاقات الدوليه. خلاص هو اسمه ان احنا في معاهده بيننا وبينهم، بس ما ينفعش ان احنا يعني يبقى في تطبيع كامل يعني.